بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد شكيلي عبد المجيد عطية. إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية 48 من المسيرة الخضراء، كنظموا هذا المعرض وعدة أنشطة تتلتهم تحت مندوبية إقليمية من وزارة الثقافة، المديرية الإقليمية إقليم خريبكا. وأنشطة من بينها هذا المعرض التشكيلي الخاص بي، وكنحيوا الساكنة والناس اللي كتحتفل معنا بهذه الذكرى، وكنتمنى من الله عز وجل يستمر هذا البلد عندنا في السخاء والرخاء، والله يدوم على عملنا وتكمل واحد الترابية ديالنا باعتراق ديال الصحراء. وشكرا. من أهم أعمال ديالي واللي كنهبد له وعزيز علي على القلب ديالي اللي هي الفولكلور المغربي، خاصة الفروسية الفانتازيا وإلى بعض الأعمال الأخرى الطابعة. والحمد لله أنا كنمارس جميع ألواع ديال الفن، ولكن ما يميز هذه المنطقة ديالنا هو الفروسية اللي معروفة بها المنطقة، داكشي كيفاش حاربوا المستعمر والأسلحة والخيول، وبقى هادشي كيتوارث عندنا. فهذا كيعطي واحد طابع خاص وجميل، وفي الساكنة كيعجبها هذا النوع ديال الفن، وكيف ما كنقولوا لكل فن طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السريع، المدير الإقليمي للثقافة بإقليم خريبكا. شكرا لقناة عين بريس. نتواجد الآن في دار الشباب 20 غشت بواد صم، في إطار الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء اللي سطرت المديرية الإقليمية. سطرت واحد برنامج ثقافي متنوع على صعيد الإقليم بكل من خريبكا وبوجنيبة وحطان وكذلك واد صم وأبي جهل. كان هناك برنامج متنوع، كانت فقرات ثقافية دازت بأبي جهل يوم السبت والأحد، كذلك بوجنيبة اللي كانت عرفت نشاط ثقافي لفائدة الأطفال. ونحن اليوم الآن هنا كنتواجدوا بدار الشباب كما قلت لكم، على أساس أن هناك معرض للفنون التشكيلية للفنان عطية عبد المجيد ابن مدينة واد صم، وكذلك سوف نكون مع ملحمة تراثية حول المقاومة ديال مدينة واد صم وكذلك المسيرة الخضراء. غدا إن شاء الله سوف يكون هناك ملتقى أو لقاء
لجمعية من مدينة بير مزوي الذي تنظم ملتقى السينما والمجتمع. وبعد يوم الجمعة سيكون افتتاح ديال ملتقى الثقافة العربية لجمعية العفاق للتنمية بمدينة خريبكة. هناك أنشطة سواء مدعمة من طرف وزارة الثقافة وبتنسيق مع المديرية الإقليمية أو منظمة من طرف المديرية الإقليمية للثقافة بإقليم خريبكة. وشكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.